إيقاعة إفريقية قادمة من أعماق الأدغال تذكر بشعوب وقبائل كان هذا نمط عيشها لعشرات القرون، لكنه أضحى مهددا بالاختفاء في الوقت الحالي. فالتغيرات المناخية أصبحت الفيصل، وهذا ما يسعى هؤلاء لمنعه قادة أفارقة وزعماء دوليون. جاءوا إلى العاصمة الكينية نيروبي لوضع خارطة طريق تهدف حسب ما هو معلن عنه إلى منع تدهور المناخ أكثر في القارة السمراء. في إفريقيا نسبة 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية، ولم يكن نصيبها من الاستثمار العالمي في الطاقات المتجددة خلال العقدين الماضيين سوى 2%. لقد حان الوقت لجميع البلدان الإفريقية ونظيرتها المتطورة والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا لخلق تحالف إفريقي حقيقي للطاقات المتجددة. كلمات أعجبت قائلها من السياسيين والمستمعين إليها. جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ كان حاضرا ولم يفوت الفرصة للاستمتاع بلقاء فتيات وفتية أفارقة أتوا للدفاع عما يصفونها بيئتهم الطبيعية. دومينيك واحد من هؤلاء، يرأس إحدى المنظمات الأهلية التي تعنى بحقوق سكان الغابات. ثمة اتفاق على أن هذا وقت العمل وليس الكلام، فحماية المناخ تفترض أن نرى وقائع ماثلة للعيان، ونحن سعداء بالاعتراف بأن أضرار تغير المناخ لا تقتصر على إفريقيا بل تطال العالم أجمع. اعتراف يرى كثيرون أنه ليس كافيا ما لم يكن مقرونا بخطط تنفيذية متشاور بشأنها بين مختلف دول القارة وبقية العالم، لكن كل مشروع يبدأ بالتحلي بالتفاؤل. التفاؤل والأمل كلمتان ربما تختصران الأجواء العامة التي توجد هنا في مقر انعقاد المؤتمر، حيث الكل يكاد يجمع على أن الكلمات التي أطلقها الزعماء في الجلسة الافتتاحية للقمة كلها تشير بأن أشياء كثيرة بدأت تتغير، ولكن كما ورد على لسان عدد من الزعماء فإن الأهم ليس القول وإنما الفعل. عبد الرحمن الفارسي، كنوز عربية، نيروبي.